أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. وإحنا بنتكلم عن المنجيات ضروري ندخل في الإخلاص والصدق، لأنه جزء من الإخلاص. الإخلاص لأنك أنت في أي حاجة بتعملها تخلص لربنا، ملناش دعوة بالعبد ده نهائي. أخلص في كل حاجة لربنا، حتى العمل بتاعي، الصلاة، الصوم. إن أنا أعمل أي عمل لربنا وأنا مخلص النية لربنا، مفيش رياء في العمل، ما بعملش عشان الناس تقول، ما بصليش عشان الناس تقول ده بيصلي، ما بطلعش مثلا صدقة عشان الناس تقول ده بيطلع صدقة. يعني إن أنا بعمل حاجة خير دي لربنا، مش مستنية الناس تعرف تقول لي برافو وتسقف لي وتنحني علشان أنا بعمل حاجات صح. مش الناس هي اللي هتحاكمني، ربنا هو اللي هيحاكمني في الآخر. علماء التزكية يبدأوا دايما الكلام في الإخلاص بشرح النية. إيه هي النية؟ النية كلنا عارفين أو بنسمع كتير محلها القلب. النية جوه قوي في الإنسان، النية المحرك الأساسي والإرادة بتاعت الإنسان اللي مش محتاج حتى يتلفظ بيها. لما بنتكلم مع بعض عن الإخلاص بيبقى قصدنا إخلاص النية. هو العبادة ظاهر وباطن. ربنا في سورة طه بيقول لنا وأقم الصلاة لذكري، في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى الصلاة مرتبطة بالذكر، دي النية الباطنة اللي فيها. لو مثلا بنضحي لله سبحانه وتعالى وبنذبح وبننحر، طب ما اللحم والدم والذبح ما ده ظاهر، لكن ربنا يقول لك ايه في سورة الحج؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ربنا مش هياخد اللحم والدم، ولكن يناله التقوى منكم. النية ايه؟ طب ممكن اكون بعمل كده منظر. النية الباطنة. فكل عبادة ليها ظاهر وليها باطن. الإخلاص إنه العبادة اللي بتتعمل ظاهرا يكون الباطن فيها لله برضو سبحانه وتعالى. الإخلاص علاج الرياء. حلوة الجملة دي، الإخلاص علاج الرياء. تسأل نفسك بتعمل كده عشان مين، ولما الإجابة تكون صحيحة يبقى هو دي الإجابة الصحيحة. والإجابة فيها نفسك أكتر مما ينبغي، لأن أكيد نفسك بتدخل كده كده، يبقى أدخل بقى دور تاني، دور تاني، هات شوية إخلاص زيادة من أي حتة. ده النية من كتر ما هي مهمة ممكن الإنسان ينوي عمل وما يتوفقش ان هو يعمله، مرض، نسي، مش تعمد، او توفي مات وياخد اجر العمل ده. يروى عند اهل الكتب السابقه انه في رجل كان في ايام قحط وجوع ومجاعه وكده، ومره كان في جبل رمل كده قدامه، فنوى كده جواه حتى ما نطقش قدام حد، ان يا رب لو كان، يا سلام لو عندي قد جبل الرمل ده اكل اوزعه على اهل المدينه دي كلهم. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان قل له إن هو دلوقتي كده خلاص تصدق وقبلت منه. نية، نية حسنة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. مع أنه الاثنين مهاجرين ظاهرا زي بعض، بس النية ممكن تبقى شتان. اتنين بيعملوا نفس العمل، واحد نيته تنفع والتانية ما تنفعش. الإخلاص في العبادة يعني إنه نيتي تبقى كلها خير، ما يدخلش جواها شائبة نية شر أو نية دنيا أو نية فساد أو نية رياء أو نية منظرة أو نية كل بقى المهلكات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ما أنا ممكن أتصدق وأقعد من على اللي قدامي. فربنا يقول لنا إيه؟ قول معروف، تكلم كويس مع الناس، ومغفرة، سامح الناس، خير من صدقة يتبعها أذى. صدقة ما كانتش فيها نية مخلصة، فبعد ما تصدقت عاد تأذي. دايما ربنا يقولك والله غني حميد، إلى المرة دي والله غني حليم. يا أغنياء خلي عندكم حلم، عفو عن الناس، صبر، لطف، رأفة، كل الصفات الجميلة دي. الواحد على فكرة لما بيقف مع نفسه وقفة جد ربنا بيفرح بيه قوي. مش عيب انه النية الوحشة تدخل، ده طبيعي لحد ما نتزكى، ده لازم يحصل. مش المتوقع ان الانسان يكون من الاول سليم ابدا.
فألهمها فجورها وتقواها. ربنا بيقول لنا كده في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بنزكيها عشان لما يدخل الفجور يحاول يبوظ التقوى أزعل من نفسي جدا في اللحظة دي. الإخلاص دايما بيدي توفيق، محتاج تدريب. إخلاص لله محتاج تدريب قوي جدا 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 جدا. الإخلاص لله ده في كل حاجة طبعا، في عملنا، في حياتنا، في تربية عيالنا، في العبادة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فلازم أخلص في كل الأمور، في العبادة طبعا، في المعاملات وفي العقيدة، أخلص لله سبحانه وتعالى في كل الأمور. نقطة برضو مهمة قوي، لما أوعد ربنا سبحانه وتعالى بحاجة أخلص فيها وأفضل صادق، ما غيرش رأيي مع ربنا سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. مهمة قوي الحكاية دي، من ضمن ما بيعود الإنسان على النيات اللي مش صافية وعلى عدم الإخلاص، نوعد ونطنش. يا رب لو نجحت في الامتحانات والله هبقى كذا كذا كذا، وفي الصيف مش هعمل المعاصي الفلانية، نجح نسي رجع تاني ولا كأنه حصل حاجة. بنوعد ربنا سبحانه وتعالى حاجات كتيرة، بالذات ما يجيلنا ضرر أو عندنا احتياج أو محتاجين مساعدة. يا رب يا رب الجوازة دي تتم، يا رب يا رب الامتحان ده، يا رب يا رب العربية دي، يا رب يا رب ابني ينجح، يا رب يا رب يا رب لو عملت كده يا رب. وبينذر بقى، يعمل ندر لله سبحانه وتعالى، لو حصل كده هعمل كده. الإخلاص دي صعبة جدا لأن كلنا بنعملها وبنبقى كده برضو، يعني بخلص لربنا مثلا عشان أنا عايزة مثلا أنجح في الامتحان، بخلص لربنا عشان كذا. حتى بقى أن أنا عايزة أخلص له وأنا مفيش بيني وبينه أي حاجة، دي مش بعرف أوصلها قوي، بس في حاجة كده في رمضان هي اللي بديك الإحساس ده. أعلى درجات الإخلاص اسمها الصدق، حتى تلاقي ناس يقولك نسأل الله الإخلاص وصدق الإخلاص، أعلى درجة دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة. سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إما أنه استشهد فضل ثابت حتى في القتال واستشهد، أو وفى نذره لو كان ناذر بحاجة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مستني أنه يوفي مش هيغير، عشان كده إيه، وما بدلوا تبديلا. الوفاء بالوعد لله سبحانه وتعالى أدب من المؤمن مع الله، يعلم أن ربنا معاه وهو معكم أينما كنتم. في اللحظة اللي بيوعد بيها وبيحدث بيها نفسه دي بياخد كلامه جد، لأنه واخد موضوع عبوديته لله سبحانه وتعالى جد، مش كلامه خلاص. أهو اللي بياخد الموضوع جد كده، يا يحيى خد الكتابة بقوة، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجاته وبيخلصه وبيجعله من المخلصين المخلصين، بيحفظه من كل سوء وبيحقق له كمال التوحيد. من الطرق المختصرة للإخلاص مع الله سبحانه وتعالى بل وللصدق كمان التضحية، والإنسان يضحي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يطلع حاجة بيحبها، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تضحية. أرينا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كل حاجة عندهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الصدق اللي هو أعلى مراتب الإخلاص هو النية الصافية قوي الطهرة اللي كلها على بعضها لله. الموضوع مش الظاهر بس، اللي واخد التدين ظاهر بس ممكن ما يبقاش عنده الصدق، ممكن ما يبقاش عنده الإخلاص. لما ربنا سبحانه وتعالى امتحن المؤمنين في قضية تغيير القبلة ونقرأ عنها في سورة البقرة، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وجههم حيثما أراد، صلوا تجاه الكعبة الشريفة، قال لنا إيه جميعا وقال لهم طبعا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش هو ده الموضوع الظاهر، مش هو ده الموضوع. القضية طاعتي، أنا أقول لكم اسجدوا هنا تسجدوا هنا، أقول لكم اسجدوا في الاتجاه ده تسجدوا في الاتجاه ده. الموضوع مش ظاهر بس، التدين المغلوط بيعتبر الظاهر في التدين غاية، لا هي لوحدها مش غاية، هي غاية مع الباطن، مع نية سليمة طهرة تظهر في تعامل، في عفو وكرم وأدب مع الناس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل ده إيمان،
وناتج عن الإيمان ده عمل، عمل مخلص فيه تضحية، وآتى المال ينفق على حبه، حتى لو بيحب المال ومتعلق بيه طلعه لأنه بيحب ربنا أكتر. تضحية طريق مختصر للإخلاص والصدق الإخلاص. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الإيمان ده طلع عمل، عمل 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 عمل، تضحية تضحية تضحية، إنفاق إنفاق إنفاق. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل ده. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أهو. والصابرين في البأساء والضراء، بأساء ممكن يبقى وقت فقر ومادة، والضراء وقت مرض أو ابتلاء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في القتال كمان، أولئك الذين صدقوا. هذه الصدق بيظهر بعمل وإخلاص وتضحية، ده طريق مختصر. وأولئك هم المتقون. هو الإخلاص يعني بتوجه لله سبحانه وتعالى، ده لازم يكون أقصى درجات ممكن العبد يوصلها. ويعني أتمنى أنه يظل واحد من أهدافي أن أحقق هذا الإخلاص، ويبقى كل ما يؤديه المرء لله سبحانه وتعالى. الإخلاص بينه وبين العبد بقى، يعني العبد بينه وبين ربنا في إخلاص، أن أنت تعرفه ولا أنا، يبقى فيه بينه وبين ربنا إخلاص بقى، ما حدش يضرب إلا أنا بقى، ما حدش يعرفه إلا أنا، يبقى جواه ما حدش يعلم إخلاص. إني أعبده كأني أراه، يبقى أنا بخلص له عبادته. الإخلاص إن يبقى عندي اتجاه واحد في قلبي، مفيش تضاد، مفيش تناقض، مفيش صراع، فأنا بعمل ده لمين؟ المؤمن لما بيبقى مفتون أو قلبه مريض شوية بيبقى الإخلاص صعب عليه شوية، لأنه عنده الصراع اللي اتكلمنا عنه في الأول، فتلاقي جزء منه فعلا رايح لله سبحانه وتعالى، وجزء تاني لسه إيه، طب ما بالمرة كده يشوفوني كده أنا بقرأ قرآن مصلحة، أبقى أنا إمام مثلا. هتلاقي الواحد دايما في أول اقترابه بعدها بفترة، بداية مرحلة الاقتراب من الله بيتسمى التدين اليومين دول وأيا ما كان اسمه، تلاقي فجأة كده إيه صعب عليه في الأول، بعد شوية بقى بيقرأ قرآن وصوته كويس، وفي شوية تلاقي فجأة مثلا بينزل عشان عايز يبقى الإمام. تحصل كتير، لأنه النفس لسه عايزة حظها، نفس الأمارة بالسوء محتاجة تقهر، فهي قبل ما الواحد يقترب من الله ويتوب بتبقى عايزة دنيا، عايزة تبقى رئيسة في الدنيا، فهو بيتوبها غصب عنها، فبتروح لربنا لسه عايزة تبقى رئيسة برضه زي ما هي. فالإخلاص بيبقى صعب في الأول، شوية اجتهاد بقى، شوية قهر للنفس الأمارة بالسوء، شوية تزكية لكل المهلكات اللي كنا بنمر عليها، والتحلي بالمنجيات دي، يبتدي الإخلاص يبقى حقيقة مش كلام بس. قل إن صلاتي ونسكي، فاكر الصلاة قلنا وأقم الصلاة لذكري، نسكي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، برضو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا يسهل علينا ويفتح علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حقق قلوبنا بكمال التوحيد لك وكمال الاتباع لسيد الموحدين سيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعنا على أن نعيش معنى الإخلاص ونعيش معنى الصدق معك، ولما نوعدك بحاجة يا رب نوفي بها، وأعنا على استكمال المشوار يا رب، أعنا على قهر نفوسنا الأمارة بالسوء. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.